بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه أسباب مجملة، أسباب النجاة، نجاة الأمة. أولا السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، ثانيا التمسك بالكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسب استطاعته ومقدرته، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك من أسباب نجاة الأمة أيضا التآخي والمحبة بين المسلمين، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تناصح بين المسلمين، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المحبة بين المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الإصلاح بين المسلمين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك من أسباب نجاة الأمة زوال البغضة بينها وزوال السخرية بعضهم من بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه أسباب النجاة، أن يكون المجتمع نزيها متحابا فيما بينه، لا يغش المسلم، لا يغش أخاه في المعاملة، ولا يخدعه في البيع، ولا يخطب على خطبته، ولا يبع على بيعه، ولا يشتري على شرائه، يحترم أخاه المسلم، أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر
أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا هذه أسباب النجاة، أن تسود المحبة بين المسلمين والتناصح، تآمر بالمعروف، تناهي عن المنكر، تعاون على البر والتقوى، هذه أسباب النجاة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم